بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الصف السابع المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا شرح الوحدة الرابعة، وحدة القياس، ونتناول بمشيئة الله تعالى بند 4-5 الدائرة، وبند 4-6 محيط ومساحة الدائرة. أولا، بند 4-5 الدائرة في صفحة 164. بداية، ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة، وظل الباء إذا كانت العبارة غير صحيحة. إذا كانت مساحة منطقة مثلثة 20 متر مربع، فإن مساحة متوازي الأضلاع المشترك معها في القاعدة والارتفاع يساوي 40 متر مربع. احنا عارفين إن مساحة المثلث هيساوي في الحالة دي نص مساحة متوازي الأضلاع. طيب، مساحة متوازي الأضلاع 40، يبقى مساحة المثلث 20. الإجابة هنا هتكون صحيحة. ممكن طالب تاني يفكر إزاي، يقول إن مساحة المثلث 20 ضعفها 40، وهو مديني هنا إن مساحة متوازي الأضلاع 40 لأنه مشترك معاه في القاعدة والارتفاع. رقم 2، الشكل المقابل مربع. طبعا الإجابة خاطئة، لأن يعني الشكل المرسوم أمامي ده عبارة عن دائرة. سبق لنا دراسة الدائرة في المراحل السابقة، وأخذنا بعض المفاهيم عليها، سوف نسترجعها اليوم مرة أخرى ونتناول بعض المفاهيم الجديدة على المفاهيم السابق دراستها. سوف نتعلم مفاهيم هندسية ترتبط بالدائرة ورسم القطاع الدائري. يستخدم مهندس المباني الأشكال الهندسية في عمل الواجهات والتصاميم الهندسية، ومن هذه الأشكال الهندسية الدائرة. فما هي الدائرة؟ الدائرة هي شكل مستوى مغلق، تقع كل نقطة منها على أبعاد متساوية من نقطة ثابتة محددة داخل تسمى مركز الدائرة. أنا عندي هنا دائرة شباب، مركزها ميم، نصف القطر هو قطعة مستقيمة طرفاها مركز الدائرة ونقطة على الدائرة، وبرمز له بالرمز نق، يعني ده بسميه نصف قطر. لاحظ، ادي مركز الدائرة وادي نقطة على الدائرة، ودي قطعة مستقيمة واصلة بينهم، يبقى اذا تسمى نصف قطر. القطر هو قطعة مستقيمة تمر بالمركز ويقع طرفاها على الدائرة، كما نرى القطر ألف جيم طرفاها ألف وجيم على الدائرة ومرت بالمركز اللي هو ميم. يبقى أنا عندي أهو قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة ومرت بمركز الدائرة، في الحالة دي بسميها قطر. الوتر هو قطعة مستقيمة يقع طرفاها على الدائرة، هاء واو تسمى وتر، قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة. القوس هو جزء من الدائرة، يبقى القوس جزء من الدائرة زي القوس جيم دال. شايفين القوس ده اللي لونه أحمر جيم دال، وكذلك القوس اللي لونه أسود أيضا كبير، يبقى جزء من إيه؟ من الدائرة. نصف الدائرة هو قوس طرفاه يقعان على قطر من أقطار الدائرة. يعني لو رسمنا قطر، لاحظوا إن ده القوس ده يمثل نصف الدائرة، قوس جيم ألف يمثل نصف الدائرة. القطاع الدائري هو جزء من المنطقة الدائرية يحدده نصف قطر وقوس محصور بينهما. أنا عندي ميم، شايفين الشباب ميم مركز الدائرة، في عندي أدي نصف قطر وهذا نصف قطر، نصفي قطرين،
وده قوس. المنطقة المحصورة بين نصفي القطرين والقوس بيسموه قطاع دائري. يبقى المنطقة دي قطاع دائري، وكذلك المنطقة اللي بره دي أيضا قطاع دائري، لأن عندي أدي نصف قطر وأدي نصف قطر، وده أيضا قوس. الزاوية المركزية هي زاوية يقع رأسها عند مركز الدائرة وينطبق ضلعاها على نصفي قطرين في الدائرة. أنا عندي مركز الدائرة أهو، وأدي نصف قطر وأدي نصف قطر، يبقى الزاوية اللي بينهم بسميها زاوية مركزية. في عندي نشاط واحد في صفحة 164 يقول في الشكل المرسوم دائرة مركزها ميم أوجد ما يلي: قطر، الدائرة الأمامي مركزها ميم، القطر هو ألف باء. لاحظوا قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة وتمر بالإيه؟ بالمركز، يبقى ألف باء هو قطر في الدائرة. نصف قطر، هذه قطعة مستقيمة تصل بين المركز وأي نقطة على الدائرة. خذ ميم جيم نصف قطر، ميم ألف نصف قطر، ميم باء نصف قطر. يبقى إذن هكتب الميم باء والميم جيم وكذلك الميم ألف. وتر، الوتر في الدائرة قطعة مستقيمة طرفها على الدائرة، فهنكتب دال باء، دال باء وتر في الدائرة قطعة مستقيمة ودي طرفها على الدائرة. القوس طبعا أقدر أقول القوس ألف دال، أقول القوس ألف جيم، القوس جيم باء، القوس باء دال، القوس باء جيم ألف، القوس ألف دال باء، براحتك. يعني هنا هتختار أي حرفين على الدائرة كده وتذكرهم وترسم رسمة القوس فوقيهم، وكده انت حليت النشاط. في نشاط تاني بيقول لي ارسم على ورقة دائرة مركزها ميم وطول نصف قطرها 2 سنتيمتر، ثم ارسم قطاعا دائريا قياس زاويته 60 درجة. أولا كيفية رسم الدائرة بمعلومية نصف القطر. أول شيء شباب، عشان ترسم دائرة لازم تكون عارف طول نصف قطرها كام. بستخدم ايه في الرسم؟ هنستخدم الفرجار، وهجيب المسطرة وهجيب المنقلة. محتاج فرجار ومسطرة ومنقلة وكذلك القلم الرصاص. هنبدأ أولا بتحديد مركز الدائرة. هضع نقطة وليكن هسميها ميم، كما ذكر هو قال لي دائرة مركزها ميم، فحط نقطة وسميها ميم. الخطوة الثانية هجيب المسطرة و هفتح الفرجار فتحة تساوي طول نصف القطر، يبقى هفتحه فتحة تساوي 2 سنتيمتر. هنركز بسن الفرجار عند الصفر وسن القلم عند الاثنين، ثم أركز بسن الفرجار عند مركز الدائرة اللي أخذناه اللي هو ميم وأرسم دائرة. بعد أن رسمت الدائرة أريد أن أرسم قطاعا دائريا، فحرسم أولا نصف قطر، ثم بعد ذلك أحضر المنقلة وأضع مركز المنقلة عند مركز الدائرة وخطبط المنقلة على نصف القطر بحيث ينطبق على الخط الصفري، فهيكون بهذه الصورة. هنبدأ نعد من الصفر هنا لما نوصل للستين، لأن عايز ارسم قياس زاوية مركزية، والزاوية المركزية قياسها 60 درجة الأول، عشان أقدر أحدد. هبدأ من الصفر وأعد: صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 60، ثم أضع نقطة
ثم أصل من الميم لهذه النقطة أو أرسم نصف قطر هذا الجزء فقط يمثل نصف قطر، لكن أنا رسمت دلوقتي يا شباب رسمنا شعاع. الزاوية هنا هيكون قياسها 60 درجة، يبقى كده رسمنا زاوية قياسها 60 درجة. اتعلمنا ازاي نرسم دائرة وازاي نرسم زاوية مركزية. في تمرن في صفحة 166 بيقول لي في الشكل المقابل أكمل الجدول التالي: الرمز والاسم. الرمز أولا عين باء مرسوم عليها شباب من فوق إيه؟ قوس، يبقى تسمى قوس. طلب مني وتر، عايز يجيب رمز وتر، يبقى هختار أي قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة وليكن ألف باء، يبقى ألف باء وتر في الدائرة، يبقى هكتب ألف باء وأرسم فوقيها رمز رسمة القطعة المستقيمة بهذه الصورة خط، يبقى ألف باء وفوقيها خط يعني القطعة المستقيمة ألف باء. واو صاد لاحظوا عليها رسمة القطعة المستقيمة، يبقى القطعة المستقيمة واو صاد، أروح أشوف واو صاد على الرسمة، أدي واو وأدي صاد، قطعة مستقيمة واصلة بين مركز الدائرة ونقطة على الدائرة، يبقى إذا تسمى نصف قطر. زاوية مركزية أقدر أقول زاوية عين واو نون، أقدر أقول زاوية نون واو صاد، ممكن أقول زاوية عين واو صاد، يبقى هقدر أكتب الزاوية بأكثر من طريقة، وليكن هناخد بس واحدة نكتبها مثلا صاد واو نون، لكن أنت كتبت الباقيين صح. ننتقل إلى محيط ومساحة الدائرة. في صفحة 168 أولا بالنسبة إلى أي دائرة يكون ناتج قسمة محيطها على طول القطر يساوي تقريبا 3,14,159,265 جزء من 100 مليون تقريبا، وتسمى هذه القيمة طاء ويرمز لها بالرمز اليوناني باي، لأن عدد المنزلات العشرية لا نهائي، فيستخدم العدد 3 و14 كقيمة تقريبية له. هنا العدد شباب لاحظوا ده أصلا مقرب، لأن العدد هنا فيه أرقام غير منتهية، في منزلات عشرية لا نهائية، فهم بيقربوه بيكتبوه تقريبا 3 و14 جزء من 100، يبقى الرمز بتاعه يا إما طاء أو باي. يبقى نقدر نستنتج من الكلام ده قانون لحساب محيط الدائرة. أولا تذكر أن القطر برمز له بالرمز قاف، ونصف القطر بالرمز نق نون قاف، والباي اللي هي تقريبا 3.14 اللي هي كمان بتساوي تقريبا 22/7. احنا قلنا المحيط لو قسمناه على طول القطر هيعطيني قيمة تقريبية وهي عبارة عن باي، إذا المحيط هيساوي طول القطر ضرب الباي، وطول القطر رمزه قاف، الباي لما تضرب في قاف يبقى باي قاف، باي قاف يعني باي ضرب قاف. أقدر أضع القانون بصورة أخرى، إني أشيل القاف وأعوض عنها باتنين نق، لأن القطر عبارة عن اتنين نق، يبقى إذا محيط المنطقة الدائرية عبارة عن اتنين باي نق. لما يطلب منك احسب محيط المنطقة الدائرية ومديلك طول القطر استخدم هذا القانون باي ضرب قاف. طيب عايز مديك نصف القطر استخدم قانون اتنين باي نق. تدرب واحد في صفحة 169 بيقول لي باعتبار ان الباي
تساوي 3 صحيح و14 جزء من 100 أو باي تساوي 22 على 7. أوجد محيط إطار سيارة إذا كان طول نصف قطره يساوي 40 سنتيمترا. طبعا عارفين المحيط عبارة عن 2 باي نق، يعني 2 ضرب باي ضرب نق، هنزل 2 ضرب الباي، أنا هاخدها 3 صحيح و14 جزء من 100 ضرب نصف القطر اللي هو 40، هضربهم في بعض، الناتج هيكون عندي 251 صحيح واثنان جزء من 10 سنتيمتر. لاحظوا ان لما كانت محيط كتبت سنتيمتر، لان المحيط قلنا وحدة طول. تاني يا شباب، طيب ليه انا استخدمت 3 و14 جزء من 100 بدل ما استخدم 22 على 7؟ عشان تبقى سهلة معايا في الحساب، لان الاربعون لا تقبل القسمة على 7. لما يدي لك نصف القطر يقبل القسمة على 7، حاول تستخدم اللي هي 22 على 7 تبقى سهلة معاك عشان يبقى فيه اختصار. لكن ادهالك عدد لا يقبل القسمة على 7، الأسهل ليك تستخدم القيمة التقريبية الأخرى اللي هي 3 و14 جزء من 100، تستخدمها في الصورة العشرية. تضرب 2 في صفحة 169 بيقول لي ساعة حائط دائرية الشكل طول قطرها 50 سنتيمتر، أوجد محيط الساعة. لاحظوا مديني إيه؟ مديني طول القطر، يبقى المحيط عبارة عن باي ضرب طول القطر، أو طول القطر ضرب باي، إحنا عارفين الضرب عملية إبدالية، توفر فيها الخاصية الإبدالية، فأنا هقول له هنا باي ضرب قاف، الباي أقدر أقول 3 صحيح و14 جزء من 100 ضرب قاف اللي هي 50. الناتج هيكون معايا 157، وهكتب الوحدة سنتيمتر. تدرب 3 في صفحة 169 يقول لي قطعة نقود معدنية، قطعة نقود معدنية إذا كان محيطها يساوي تقريبا 9 صحيح و42 جزء من 100 سنتيمتر، أوجد طول قطرها. أولا شباب، المحيط احنا عارفينه عبارة عن باي ضرب قاف، هعوض عن المحيط لأن المحيط معلوم اللي هو 9 صحيح و42 جزء من 100، هعوض عنها بيساوي الباي اللي هي 3 صحيح و14 جزء من 100 ضرب طول القطر مطلوب مني، هحط رمزه زي ما هو قاف. دلوقتي يا شباب هنعمل ايه؟ هنقسم 9 صحيح و42 جزء من 100 على 3 صحيح و14 جزء من 100 عشان اجيب قيمة القاف. فالقاف هتساوي 3 سنتيمتر. مساحة المنطقة الدائرية عبارة عن باي ضرب نق تربيع، يبقى مو مساحة المنطقة الدائرية باي ضرب نق ضرب نق، أو باي ضرب نق تربيع، واحنا قلنا النق اللي هي نصف الايه؟ نصف القطر. تضرب 2 يقول له أوجد مساحة سجادة دائرية الشكل كما في الشكل المقابل مستخدما باي يساوي 22 على 7. لاحظوا هنا السجادة مديني طول نصف القطر 7 متر، طول نصف القطر 7 متر، المساحة عبارة عن باي ضرب نق تربيع، أو باي ضرب نق ضرب نق، الباي اللي هو بيقول لي استخدمها 22 على 7، يبقى مكان الباي هنعوض ب 22 على 7 ضرب نصف القطر اللي هو 7. طيب عشان نربحها يعني مضروبة في نفسها، يبقى 22 على 7 ضرب 7 ضرب 7، هختصر ال 7 مع ال 7 فيها الواحد، وهضرب 22 في 7. عشان تضرب 22 في 7 هتضرب أولا 2 في 7 يعطيك 14، 4 مع
معاك الواحد، واتنين في السبعة 14، زيدها واحد تبقى 15، يبقى الناتج 154، والوحدة هتكون متر مربع لأن هنا مساحة. تدرب 3، يقول لي مرايا دائرية الشكل طول قطرها 20 سنتيمتر، أوجد مساحتها مستخدما باي يساوي 3 صحيح و14 جزءا من 100. يبقى في الحالة ديت أنا عندي طول القطر معروف، يبقى لازم أجيب نصف القطر. طول القطر 20 يبقى نصف القطر 10، وأكتب القانون، قانون مساحة الدائرة، يبقى هقول المساحة تساوي باي ناق تربيع، الباي 3 صحيح و14 جزء من 100 ضرب نصف القطر اللي هو قلنا عليه 10 ضرب نصف القطر مرة تانية اللي هو 10، لأن ناق تربيع يعني 10 ضرب 10، 10 أس 2 اللي هي 10 ضرب 10. هنا هتحرك الفاصلة، لما تضرب في 10 الفاصلة بتتحرك جهة اليمين خطوة واحدة. طيب وانت ضربت في 10 تانية يبقى هتحرك كمان الفاصلة خطوة تانية، يعني معنى ذلك ان الفاصلة في الحالة دي هتحرك خطوتين، يبقى الناتج هيكون 314 سنتيمتر مربع. تمرن صفحة 172 رقم 2، بيقول أوجد مساحة ومحيط كل من الدوائر التالية، حيث نق هو طول نصف القطر وقاف طول القطر مستخدما باي تساوي 22 على 7. اولا مدينا نصف القطر 14 سنتيمتر، في الحالة دي المحيط طالما اعطاك نصف القطر يبقى 2 باي ناق. نكتب القانون نعوض فيه، 2 هنزلها كما هي ضرب باي اللي هي 22 على 7 اللي هو مدهاني قال لي مستخدما باي يساوي 22 على 7 ضرب نصف القطر اللي هو 14. في اختصار بين ال 14 وال 7، ان 14 تقسيم 7 فيها الاثنين، يبقى هنشطب 7 نقول 7 على 7 فيها الواحد، و 14 على 7 فيها الاثنين، اصبح معايا 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 22 هيعطيني 88، يبقى اذا المحيط بيساوي 88 سنتيمتر. المساحة عبارة عن باي ناق تربيع، يعني بيساوي هنزل الباي اللي هي 22 على 7 ضرب نصف القطر اللي هو 7، هضربها في نفسها مرة تاني ضرب 7، يبقى 7 اختصرها مع 7 أصبحت 22 ضرب 7 بيساوي الناتج 154، وهكتب الوحدة سنتيمتر مربع. لاحظوا في المحيط مرة تاني كتبنا سنتيمتر بس لأنه طول، لكن المساحة وحدات مربعة لازم اكتب ايه سنتيمتر مربع وليس سنتيمتر فقط، لازم اكتب يا شباب ركزوا على الوحدة. وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية درسنا لهذا اليوم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.